معنا على التليفون الأستاذة هايدي الشافعي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذة هايدي، وقولي لي قرأتي ازاي وتابعتي ازاي الموقف المصري من تطورات الأوضاع في السودان؟ مساء النور عليك يا فندم وعلى كل مشاهدينك. الموقف المصري تجاه الأحداث في السودان واللي تم الإعلان عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية كان متزن، بيعكس إرادة مصر لأهمية السودان وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني، واللي بتربطنا بيه روابط تاريخية على مر العصور المختلفة. كمان البيان أكد على أن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بالكامل، وده اللي بتأكده مصر دايما في كل المحافل الدولية. وبالتالي في أي تطورات بتحصل في السودان لا تتعلق بالسودان وحدها، ولكن تداعياتها كمان بتنتقل لتشكل تهديد متناني خارج السودان بشكل مباشر وغير مباشر. كمان بيان خارجية مصرية بيأكد على أن القيادة المصرية مدركة لتحديات الوضع الراهن في السودان وداعمة لاستقراره، ده بالإضافة إلى أن مصر دعت كافة الأطراف لتغليب المصلحة العامة للوطن والتحلي بالمسؤولية وضبط النفس للمرور بالسودان بسلام. ممتاز، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذة هايدي الشافعي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا ليكي.